حياكم الله مستمعينا مستمعي ذات الفجيرة اف ام 92.6. طبعا مشوار التغطية مستمر من جائزة الشيخ راشد الإبداع، ومعنا الفائزة سلمى الحفيتي بالمركز الثاني عن الرواية الإماراتية. ألف مبروك. شكرا جزيلا، هذا فوز لإمارة الفجيرة بشكل عام. الفوز هذا أهدي لكل للأدب الإماراتي وخاصة للأدب في إمارة الفجيرة. هذا الفوز أنا أعتبره تتويج. أولا أحب أني أشكر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الدكتور الشيخ راشد بن حمد الشرقي على هذا الاحتفالية الرائعة والاحتفاء بالأدب. طبعا جميل المشاركة، وعن الرواية الإماراتية خبرينا عن هذه الرواية أكثر. رواية تراب السماء تحمل، يعني من الصعب تفسير رواية كاملة تدور في قرابة 200 أو 300 صفحة في بضع سطور، ولكن باختصار الرواية لها أكثر من بعد، لها بعد تاريخي تحكي تاريخ المنطقة في بداية الألفية حين تعرضت المنطقة لوباء الطاعون وكيف تغلب الناس على هذا الوباء، لها بعد نفسي ولها بعد اجتماعي ولها أبعاد عديدة. أتمنى قراءتها ومن ثم مناقشتها بالتفصيل. طبعا اكيد الف مبروك لك، كلمه تقوليها لاهلك لاحبابك بمناسبه هذا الفوز. شكرا لكل العابرين، لان العابرين هم من صنعوا نجاح هذه الروايه. شكرا لكم.